تعالوا نشوف أول سؤال معانا النهاردة من مدام وفاء. مدام وفاء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي يا مدام وفاء. بعد إذن حضرتك يا شيخ عمرو، أنا ليا استفسار. اتفضلي. أنا متجوزة بقالي 15 سنة أو 18 سنة بالظبط يعني، وجوزي كان كويس جدا جدا خلال ال 15 سنة أو ال 16 سنة اللي فاتوا، ولكن في يعني زميلة لي في الشغل يعني حاولت ان هي تتقرب منه بطريقة او باخرى، الله اعلم، مش عايزة اقول بسحر او مش عايزة اقول حاجة زي كده، ولكن انا لقيته مرة واحدة اتقلب على البيت تماما تماما، بيتقلب على بنته، انا معايا منه بنت عندها 16 سنة، اتقلب في حالنا خالص خالص، على العلم ان انا دايما هو شاكك فيا، يعني الكلام هو ده على الاقل، الكلام ده على الاقل بقاله سنتين، لا يعني بقاله سنة تقريبا. طيب عشان بنت، عشان بنت عندها 16 سنة وانت بتقولي ان هو ب 15 سنة كان كويس. لا يعني تقريبا هي عندها 15 سنة ونص حاجة زي كده يعني. طيب بس انا عشان مرتبكة فمش، اتفضلي. لكن هو دلوقتي كل مشكلته ان هو دلوقتي هي مخلياه دايما شاكك ان احنا مش بنحبه، ودايما مصوره له ان احنا مش بن مش بالعكس ده احنا بنتمنى موته بين وقت والتاني، وهو شاكك على العلم ان هو كان احنا يعني انا بالنسبه له الحمد لله والشكر لله كل حاجه في حياته، دلوقتي انا بقيت ولا اي حاجه، ما بقاش بيجي البيت خالص الا على النوم. طيب ما بيكلمش حد في البيت نهائي، ما بياكلش لقمه معانا في البيت بقاله اكتر من شهرين ثلاثه. ما بيشربش من ايدي كوبايه ميه، شاكك في كل حاجه. او مش حكايه شاكك، هي مكرهاه فيا ومكرهاه في بيته ومكرهاه في بنتي. طيب انت فأنا عايزاني اطلب يعني اطلب الطلاق ولا اصبر؟ انا لما سالت دار الافتاء قالوا لي ان الصبر ده ليكي عليه حسنات كثيره، انا عايزه نصيحه حضرتك. حاضر، ربنا ان شاء الله يعني ينزل مدده على قلبك ويصبرك ان شاء الله، بس عايزين نقول شويه حاجات كده. اول حاجه يعني زي ما بيقولوا كده، اوعي تطلبوا الطلاق، ما تطلبوش الطلاق، ما تطلبوا، انتوا بتقولوا لنا ما تطلبوش الطلاق عشان نصبر ونتألم ونتعذب، لا ما تطلبوش الطلاق، لان في الحقيقه احنا ما عملناش الواجب اللي علينا لسه. ايه الواجب اللي علينا لسه؟ ده احنا عندنا على الاقل اربع خطوات قبل ما تطلبوا الحكايه دي. اول حاجه، احنا ما جلسناش مع بعض واتكلمنا. يعني ايه ما جلسناش مع بعض واتكلمنا؟ احنا بنتخانق على طول، الخناق مش هو الكلام، الكلام هو ان تعالى تعالى يا حبيبي، انت زوجي وانت حياتي وانت الراجل اللي في حياتي وانا ماليش غيرك، تعالى نقعد مع بعض ونتكلم كلام ناس صادقين مع بعض، او ناس صادقين، كلام اصدقاء. فهو هيتكلم معاك، وبناء على هذا الكلام هيبتدي بعد كده الاجراءات. عندنا ثلاث مسارات. المسار الاولاني مسار ان احنا نشوف حد مؤثر فيه. اولا احنا لازم نتاكد هو ايه الحكايه اللي عنده. انت اكيد بصيتي في التليفون او اكتشفت حاجه عن طريق السوشيال ميديا، يعني انت عملتي حاجه بحيث ان انت تتاكدي ان زميلته ديت في حاجه بينه. ماشي، احنا مفترضين ان في حاجه بينه، لكن اول حاجه لازم نجلس مع بعض. ليه؟ طيب انما شفاء لاي السؤال، حضرت النبي علمنا كده، اللي عنده مشكله وعنده وجع يسال، فاحنا هنجلس عشان نسال. نفترض ان هو قال لك كلام بيصدمك، قال لك انا بحبها، نفترض، هل ده ليه حل؟ ده ليه حل. ايه الحل اللي ليه؟ الحل اللي ليه ان احنا لازم نقعد مع الراجل ده، هيقعد معاه ناس حكماء من اسرته واسرتك. طب اذا ما كانش ده نافع، تتفضلوا عندنا ونقعد نتكلم بقى. نتكلم عن ايه بقى؟ نتكلم عن المصالح والمفاسد ليك في الحب اللي انت بتحبه ده. وهل الحب ده في الحقيقه مدعوم ببيئه تسمح له؟ هل الحب ده، هل حب حقيقي ولا حب تعويضي؟ حب تعويضي يعني بمجرد ما هتوصل اللي انت عايزه هيحصل لك نفس الوجع اللي كان في جوازك الاولاني، جوازك من مدام وفاء. لازم حد يتكلم بحكمه. ولذلك ايه؟ لما امرنا الله سبحانه وتعالى قال: فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهله. حكمه، لازم في الحكمه، الحكمه اللي بتخلي الانسان ينظر للامام. هل اسرته هتنهدم ولا لا؟ هل هو، وانا اتكلم بواقعيه من غير تهويل، نكلمه عن حاله، نكلمه عن هو وصل لده ليه، نكلمه على ان التعويض مش هو الحل للمشكلات، ان انت لو حسيت بقصور هنا او وجع هنا تروح تعوض هنا. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا: لا يفرق مؤمن مؤمنة اذا كره منها خلقا رضي منها الاخر. يبقى احنا لازم نعلمه ازاي يوصل لايه،
مرحلة الرضا الزواجي. قد يكون أنا بقول لك إن الوضع اللي هو فيه دوت مع تقديري لكل مشاعرك، لكن الوضع اللي أنتوا فيه دوت مش هيكون السبب فيه هو لوحده. أنا بقول لك عشان بس إحنا وبنيجي نتكلم في الحل بيكون سببه الطرفين، وده محتاجة جلسة نتكلم فيها عن التفاصيل اللي ممكن بيها ندخل إلى الحل. ده شيء مهم جدا جدا جدا. أرجو إن أنا أكون كلمتك أستاذة وفاء عن أشياء تساعدك على الخروج من اللي أنت فيه.